بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 81 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، وضعت برادة سبيل أمام المنزل لتكون صدقة جارية مني لوالدي رحمهم الله، وقد تعطلت منذ 4 شهور، والسؤال: هل يتوقف الأجر لأبي ووالدي خلال 4 شهور الماضية؟ وأيضا إذا استبدلت البرادة بأخرى جديدة هل يتواصل الأجر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، معلوم أن سقي الماء من أفضل القربات، وأنت أحسنت في وضع هذه البرادة بنية أن أجرها لوالديك، ولكن إذا توقفت أو تعطلت توقف الأجر، لأنه يتوقف الانتفاع، فإذا توقف الانتفاع توقف الأجر. إذا كنت تريد اتصال الأجر فأصلح البرادة أو اشتر بدلها ليستمر الأجر والانتفاع. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم تقارب الصفوف في صلاة الجنازة. ليس لصلاة الجنازة يعني تقارب خاص، مثل الصفوف في الصلاة، مثل صفوفهم في الصلاة، ليس لصفوف الجنازة صفة خاصة، إلا أنه يستحب تكثير الصفوف، يستحب إكثار الصفوف خلفها. نعم. يسأل هذا السائل عن حكم الزيادة في سعر السلعة في حال كان المبيع أو البيع لأجل بدون علم المشتري. لا بد أن يعلم المشتري بقدر الثمن، ويعرف الأسباب التي بني عليها الثمن من نقد أو مؤجل، لابد من معرفة هذا. نعم. هذا يسأل عن حكم تخزين السلعة من غير الشراب والطعام لبيعها في زمن مناسب، وما هو الاحتكار المحرم؟ الاحتكار المحرم هو أن يحتكر ما الناس بحاجة إليه، الناس بحاجة إلى الطعام، إلى الشراب، المواد التي يحتاجها الناس لا يحتكرها من أجل أن ترتفع أسعارها عليهم. المحتكر ملعون والجالب مرزوق كما في الحديث. وأما الكماليات الناس ليسوا بحاجة إليها، لا بأس بتخزينها. نعم. يقول يسأل عن هذا الذكر، هل هو صحيح؟ وهو قولنا: سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. هذا بعضه وارد، الوارد سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، هذا الوارد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم. السائل يسأل يا شيخ عن حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد قراءة الإمام، هل يجوز قراءتها بعد انتهاء الإمام من قراءتها؟ نعم، إذا سكت الإمام فاقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، أما إذا جهر فأنصت إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. يسأل هذا السائل يا شيخ عن صفة تحريك السبابة في التشهد، نرجو توضيح ذلك. يرفع السبابة يشير بها إلى التوحيد، إذا حركها فلا بأس. نعم. أيضا يسأل عن حكم جلسة الاستراحة ومتى نقول الله أكبر عند الرفع من السجود. جلسة الاستراحة الصحيح أنها من المباحات وليست من السنن، تفعل عند الحاجة، إذا كان الإنسان مريضا أو ثقيل الجسم ويحتاج إليها فيفعلها، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لما ثقل عليه الصلاة والسلام، وكان قبل ذلك لا يستعملها، والتكبير عندما يقوم من السجود، وجلسة الاستراحة لا تستغرق وقتا طويلا، إذا كبر عند رفعه من السجود وجلس الاستراحة قليلا فإنه يقوم بدون تكبير، تكفي التكبيرة التي قام بها من السجود. هنا يقول هذا السائل الشيخ: هل الذكر والدعاء 3 مرات عند الصفا والمروة واجب أو يكفي مرة واحدة؟ كل ما كرر وكثر فهو أفضل، وإذا اكتفى بمرة واحدة حصل
المشروع. نعم. يسأل هذا السائل يا شيخ عن الراجح في مسألة دخول وقت صلاة الفجر، حيث يبدأ المسلم أداء ركعتي وصلاة الفجر، وهل من صلى قبل 20 دقيقة من الوقت المحدد بين الأذان والإقامة يكون صلى قبل الوقت ودخول الفجر الصادق؟ ونرجو بيان ذلك. الحمد لله، الآن عندنا توقيت مضبوط، تقويم أم القرى معتمد، هو علامة على طلوع الفجر ينظر فيه المسلم إذا لم يكن عنده مؤذنون. أما إذا كان يسمع الأذان فإنه يكتفي بالأذان، لا سيما إذا أذن أكثر من واحد، هذا دليل على طلوع الفجر. وأما الصلاة إذا طلع الفجر فله أن يصلي، إلا إذا كان مرتبط بجماعة إنه ينتظر الجماعة ويصلي معه. نعم. يسأل هذا السائل الشيخ عن التهنئة بعيد الأم وعيد الميلاد، هل يجوز؟ أصل عيد الأم وعيد الميلاد لا يجوز، لأنه بدعة وتشبه الكفار، والأم ليس لها عيد، لها بر أن يبر بها ويحسن إليها، أما أنه يعمل عيد لها فهذا لا أصل له ولا ينفع الأم أيضا. الذي ينفعها البر والدعاء لها، إذا كانت ميتة يستغفر لها ويدعو لها. وعيد المولد هذا مبتدع لا أصل له، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أمر به، ولا فعله الخلفاء الراشدون، ولا فعله الصحابة، ولا القرون المفضلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم قراءة الفاتحة على روح الميت. لا أصل لهذا، قراءة أي شيء من القرآن للميت هذا لا أصل له، لا دليل عليه، إنما الذي ورد الدليل به الدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه والأضحية عنه والحج والعمرة عنه، هذا الذي وردت به الأدلة أنه ينفع الميت بإذن الله. نعم. الأخت السائلة تسأل عن المرأة الحائض، هل لها أن تجمع بين قضاء الصوم وصوم النذر بنفس اليوم؟ ما يجتمعان، صوم النذر على حدة، صوم القضاء الواجب على حدة، تصوم القضاء الذي عليها إذا فرغت منه تصوم النذر، إلا إذا كانت حددت النذر بأيام معينة فإنها تقدمه على القضاء إذا تعارض مع القضاء، تقدم النذر المحدد بأيام معينة ثم تصوم القضاء. نعم. يقول ما الحكم في رجل مصر على كبيرة رغم تكرار نصيحته وإقامة الحجة عليه أكثر من مرة، هل نكرر النصيحة له أم نتركه؟ بلا شك أنه تكرر النصيحة له، لا تبرأ الذمة إلا بذلك، ولا تسكت عنه. الإصرار على الكبيرة يزيد في الإثم، يزيد في إثم صاحبها، يدل على تساهله بالمعصية. الواجب على المسلم المبادرة بالتوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. نعم. يقول هذا السائل إذا فاتت الخطبة علي لصلاة الجمعة ووصلت عند إقامة الصلاة، هل تكون صلاتي صلاة جمعة أو صلاة ظهر 4 ركعات؟ لا، تكون صلاة جمعة. إذا أدركت من الجمعة ركعة فإنك تكون أدركت الجمعة، تضيف إليها أخرى وتتم لك جمعة كما في الحديث. وإذا لم تحضر الخطبة يفوتك ثواب الخطبة، ولكن جمعتك صحيحة. نعم. السؤال الذي بعثت به أخت تقول هل المرأة المطلقة لها نفس حكم المتوفى زوجها في الخروج من العدة؟ المطلقة لها عدة والمتوفى عنها لها عدة. المطلقة تحدث بثلاث حيض إن كانت تحيض، إن كانت لا تحيض لكبر أو لصغر، لا تحيض لصغر أو إياس، إنها تحدث بثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن التوسل في الشريعة الإسلامية، ما حكمه وما هو الجائز منه؟ المشروع منه التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تقول يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى غير ذلك، تدعو بمعنى كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. كذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، إذا كان لك أعمال صالحة قدمتها تتوسل بها، مثل حديث الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار وسدت الباب عليهم، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم
بهم ففرج الله عنهم. وكذلك توسل بدعاء الصالحين، تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر لما أراد العمرة، قال لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. وكما توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه الاستسقاء، فقال قم يا عباس فادعو، دعا فسقاهم الله. هذه التوسلات الجائزة. وأما التوسل الممنوع فهو التوسل بالأشخاص، أو التوسل بجاه النبي أو جاه الولي، أو التوسل بأعمال الناس التي ليس لك فيها عمل، تتوسل بأعمال الصالحين الذي ورد تتوسل بدعائهم لك، أما أعمالهم فهي لهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ لي والدة كبيرة في السن ولا تستطيع أن تتحمل مشاق أداء المناسك، وتتمنى أن ينعم الله عليها بزيارة بيته وأداء مناسك الحج، ولكنها غير قادرة ماديا، فهل يجوز لي أن أحج نيابة عنها؟ إذا كانت لم تؤدي الفريضة ولا تقدر على أدائها حاضرا ولا مستقبلا بسبب مرض مزمن أو بسبب عجز جسمي، لا تستطيع مباشرة الحج بنفسها، فلك أن تحج عنها، تؤدي عنها الفريضة. كما جاء في الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. وأما إذا كانت قوية وقادرة على الحج فلا بد أن تباشره بنفسها. نعم. أحسن الله إليكم. له فقرة أخرى يقول: من نوى الحج مفردا هل حجه تام، وهل عليه عمرة، وهل يختلف عن بقية المناسك؟ نعم، من نوى الحج مفردا فإن حجه تام إذا أدى مناسكه على المطلوب، حجه تام، لكن ليس له عمرة. إذا أراد العمرة يأتي بعمرة في سفرة أخرى، أو يخرج من الحرم ويحرم من الحل، من التنعيم أو غيره من حدود الحرم، يحرم عمرة بعد الحج، لا بأس بذلك. ولا شك أن أفضل الأنساك التمتع، ثم القران، ثم الإفراد. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة بها ثلاثة أسئلة من المستمع سين سين ألف. يقول: شيخ، شخص تساهل في إخراج زكاة ماله لمدة 3 سنوات، ثم تاب عن ذلك ومر بظروف مالية، هل يخرجها دفعة واحدة أم على أقساط مأجورين؟ إذا تمكن من إخراجها دفعة واحدة وجب عليه ذلك، لأنها دين في ذمته، وإذا لم يتمكن فإنه يخرج ما يستطيع ويبقى الباقي في ذمته، إذا استطاع سدده. نعم. يقول: كتبت على جانب قبر والدتي التي توفيت في الأسابيع الماضية اسمها ويوم الوفاة والتاريخ، فما الحكم في ذلك؟ هذا عمل باطل ولا يجوز. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور وعن تجصيصها والبناء عليها، وكل هذا منهي عنه. الواجب عليك أن تزيل هذه الكتابة، وإذا أردت معرفة قبر والدتك للسلام عليها وزيارتها تضع حجرا يدلك على قبرها، تكون علامة على قبرها، كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه حجرا ليزوره. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: شيخ، ورد حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما معنى هذا الحديث؟ ما هو واضح أن من أحصاها يعني دعا الله بها وتوسل إلى الله بها فإنه يرجى له دخول الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى أحصاها يعني عدها وعمل بها ودعا الله بها وتوسل إلى الله بها، ليس مجرد العدد فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للحديث الواردة في ليلة 27 كلها صحيحة، فهل لو قام الإنسان هذه الليلة وترك الباقي يكون قد أدرك ليلة القدر؟ ليلة القدر الله أعلم بها، أخفاها الله في شهر رمضان كله، فلا يدركها إلا إذا قام جميع ليالي رمضان، يكون مدركا لها حقيقة.
أو يقينا. وأما إذا قام بعض الليالي ترك القيام في بقية الليالي فلا يضمن له أنه أدرك ليلة القدر، لأن قد تكون ليلة القدر في الليالي التي تركها. ولكن هناك ليالي هي أرجى من غيرها، أولا العشر الأواخر هي أرجى، ثانيا ليالي الأوتار ليلة 21 23 25 27 وهذه أكدها وأرجاها، هذا من باب التحري لا من باب اليقين. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ، لي أخ مقيم في إحدى الدول العربية، وهذا من سنوات عديدة، ويعمل في البيع والشراء للملابس، تاجر ملابس، وهو من السعودية ويريد الحج هذه السنة، من أين يحرم؟ هو في أي بلد؟ في إحدى الدول العربية. يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، إن كان من أهل الشام يحرم من الجحفة، وإن كان من أهل اليمن يحرم من يلملم، وإن كان من أهل نجد ومن في جهتها يحرم من السيل الكبير من قرن المنازل. هذه هي المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم للقادمين للحج أو العمرة، وإن كان من أهل المدينة أو جاء عن طريق هذه البلد. كل بلد يحرم أهله من ميقاته، وكذلك لو كان من غير أهل ذلك البلد لكن مر بميقاتهم يحرم منه، لأن حكمه حكمهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن يريد الحج أو العمرة. ومن كان دون المواقيت مما يلي مكة يحرم من منزله، يحرم من منزله، ومن كان دون ذلك الحديث: من كان دون ذلك فمهله من أهله، يعني من بلده. هذه هي المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان من أهل المدينة يحرم من ذي الحليف، من ذي الحليفة المسمى أبيار علي. نعم. أحسن الله إليكم. فواز يقول: رجل لديه مبلغ من المال ويريد أن يزكي، علما بأن عليه دين، فهل هذا الدين يخصم من هذا المبلغ الذي يريد أن يزكي؟ لا، يزكي المال الذي عنده، والدين لا يمنع الزكاة على الراجح، يزكي ماله الذي بيده حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب. نعم. أم محمد تقول بأن عندها طقم صغير ذهب بلغ النصاب، فهل تزكي عليه، علما بأنها قرأت بأن الذهب المستخدم ليس عليه زكاة؟ نعم، وكذلك إذا كان نية بهذا الذهب أن يلبس وتتحلى به المرأة فلا زكاة فيه على الصحيح كما هو مذهب جمهور أهل العلم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وسجل هذا اللقاء زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.